أربع أيام ماشيين ومتعبين يعني ومحكرين. آخر إن شاء الله ربي يغفر لنا ويصلح أعمالنا ويصلح بلدنا. أنا رحت من البلاد ثابت من الحدود ورحت على سيئون وقطعت جواز وطال الرحلة، واليوم الحمد لله بمعونة الله لي 17 يوم، وأنا للحين نجاح وأبغي طريق مرضية وجه الله، وللحين والله رجلي متنفخة من التعب وأنا جالس في الباص هذا ويا خبرة تلجونا بمعونة الله نعيش نعتمر نرتاح، وتعبنا وسفر تعب وبعيد وهالي ضياع ما أدري حيا وما ميتين، والحمد لله. زحمة هنا 3 أيام ومعنا أطفال ومعنا وشيابين وخل يعني ما برا لا يخرجوا الناس ولا شيء يعني بحث والله بحث.